الكابتن احمد فوزي مدرب حراس المرمى للحديث عن حراس مرمى الاهلي وبيراميدز. نورنا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن، ربنا يكرمك، ان شرف ونور ليكم كلكم يا رب. ان شاء الله يا رب تبقى قعده خير كده ونفرح بعد المباراه بامر الله. ان شاء الله رب العالمين. يعني مباراه من كلاسيكيات حراسه المرمى، الشناويين من ايام الاهلي والزمالك قبل كده، بقوا اهلي وبيراميدز دلوقتي. اعتقد ان نبتدي باحمد الشناوي. احمد 193 سنتي، بقى له 4 سنين في بيراميدز، لعب في خلال الاربع سنين دول 144، طلع بشباك نظيفه 71 مباراه، يعني النص بالنص تقريبا، ودي رقم كويس جدا لما يطلع ب 50% من مبارياته بشباك نظيفه. الشناوي حارس مرمى مميز، عنده طول فارع بيساعده، عنده مهارات كويسه جدا جدا في الحراسه، ولكن عنده في ماتشات الاهلي تحديدا بتبقى يعني اعصابه مش مركز بنسبه 100%. اعتقد مع اهتاف الجمهور في المباريات الاقصائيه والنهائيه، الشناوي دايما، احمد الشناوي تحديدا، بيخرج بره الجيم، بتخش فيه حاجات غريبه جدا في المباريات اللي هي بيبقى فيها زي ما نقول شد وجذب كده، او مباراه بتبقى قبلها في كلام كتير. اعتقد ان دي من اهم المساوئ بتاعت الشناوي اللي ممكن احنا نستفيد بيها. لو حضرتك بصيت السنه اللي فاتت، معظم الاهداف اللي جبناها كانت عباره عن شوتينج، خاصه من السوليه ومحمد شريف قبل كده، فالتصويبات كتير على الشناوي في الوقت ده، ما بيقدرش يتعامل معاها، عنده مشكله في الكره الثانيه لما بتتشاط عليه واحده وبتقع منه. لازم ننبه على الاسترايكرز عندنا وخط الهجوم انه يكمل وراها، لان الكره بتقع منه كتير جدا. عنده مشكلة في الكرة العرضية، لما بيطلع بيتعامل بالبوكس ما بيمسكش من مرة واحدة، ودي لازم حضرتك لازم يبقى فيه اتنين، خاصة في الكورنر والضربات الثابتة، لازم يبقى فيه واحد أو اتنين على خط ال 18 عشان ناخد الكرة التانية، لأنه غالبا بيلعبها بالبوكس أو نقدر نلعبها من مرة واحدة في الجون. يمكن في الانفرادات هو عنده ميزة مهمة جدا، أنه بيطلع بيغلق الزوايا كويس، إنما من 5-6 ياردة بعيد عنه بيبقى لسه في حركه. يمكن اعتقد على ما اعتقد كان في جون لوليد سليمان عمله بالخارجي لمحمد شريف من حوالي سنتين، كان في ماتش بيراميدز برده، كان لسه بيتحرك والكره معديه من جنب رجله. فهو كده لما 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 تروح على الشناوي ما تحاولش تضيق المسافه، العب من مسافه 4-5 متر عشان تقدر تحطها بسهوله جدا، لانه هيكون لسه في عمليه الحركه، ما عندوش الانقضاض السريع. هو بيعرف يقفل كويس بس ما عندوش الانقضاض السريع اللي يمكن بيتميز بيه محمد الشناوي. في الانفرادات الجانبيه ما تحاولش تحط في الضيق، حط في البعيد، لانه على طول بيهتم انه يقف في الزاويه الضيقه، ويمكن دي مع اي تهويشه ممكن يقع بدري جدا، لانه هو عنده حسن توقع، بس ساعات حسن التوقع ده بيخليه يتحرك بدري، فبيفتح بيفتح زاويه للمهاجم، وخاصه بتبقى في البعيد. عنده عدم تفاهم بعض الشيء مع قلبي الدفاع. انا زي ما بقول لحضرتك، يمكن هو بيلعب معاهم بقاله فتره، يمكن محمود مرعي هو اللي داخل معاه، مع احمد سامي بقاله فتره كبيره جدا. واعتقد النهارده هو بيلعب بثلاثي في خط الظهر، يعني اعتقد انه بيلعب بكريم حافظ واحمد سامي ومحمود مرعي، ده الثلاثي، وقدامهم اربعه وثلاثه قدام. اعتقد ده انا لما شفت التشكيل بتاعه، لان الشيبي مش موجود، فقلت اكيد بيلعب وليد الكارتي طرف يمين ومحمد حمدي طرف شمال، وبيلعب ب 3-4-3، ده اللي انا فهمته. فاعتقد ان 3-4-3 دي على راس حربه واحد، ان شاء الله هتلاقي عندنا مساحات كبيره جدا ورا ظاهري الظاهرين الموجودين. عشان كده لازم نستغل الحته دي كويس جدا، لازم وسام ابو علي يعمل فولو كتير جدا على الشناوي، زي ما بقول لحضرتك الكوره بتقع منه كتير جدا، خاصه في التصويب. اعتقد ان موضوع التفاهم دون النهارده هيكون غايب اكتر لدخول كريم حافظ كسرت الوجه ناحيه الشمال، فيعني اعتقد ان شاء الله عدم التفاهم ده هيدي مساحه لوسام ابو علي ولحسين ولطاهر ان هم يروحوا كتير في المساحات الفاضيه بامر الله. ان شاء الله ربنا يكون توفيق. نروح الناحيه الثانيه، محمد الشناوي طبعا حارس العملاق بتاعنا، يعني بس عشان يعني نبقى منصفين، هو واحمد الشناوي وشوبير يمكن احسن ثلاث حراس متواجدين في مصر دلوقتي، فالمنافسه بينهم صعبه. النهارده الشناوي احنا واخدين عليه ان هو مركز في المباريات الكبيره، بيبقى ليه تصديات حاسمه بتقلب نتيجه المباراه. نتمنى انه يكون في قمه تركيزه، خاصه ان عندهم في الشوتينج عندهم من بره الكارتي، وعندهم مصطفى فتحي، وعندهم فيستون مايري، عندهم
لاكاي، الاربعه دول بيعرفوا يشوطوا، فلازم اول ما الكره تقرب من على 18 يبقى عنده حلين، يركز كويس كويس جدا 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 وينبه على مروان واكرم وامام ان هم يضغطوا عشان ما حدش يشوط من بره ال 18. ادي رقم واحد. في الكرات العرضيه خاصه ان هم في الكورنرز والفاولز بيعرفوا يعملوها كويس جدا، لازم ياخد خطوتين لقدام، بلاش يتمسك بخط المرمى. هم ما بيلعبوش الكوره في الجول، هم بيلعبوا الكوره على سن ال 6 يارد. فيستون مايلي، احمد سامي، محمود مرعي، الثلاثه بيعرفوا يلعبوا دماغهم، فانا لازم اسرق خطوتين عشان اعرف اخد الكروسات واريح خط دفاعي، خاصه ان الاطوال عندهم اعلى مننا شويه. اتمنى الشناوي يكون مركز في الحته دي. ثالث حاجه التفاهم بينه وبين خط الظهر، يا رب يكون في قمه التفاهم بينهم وبين بعض، واتمنى ان اللعيبه بتاعتنا ما ترجعلوش كل كوره، لان احنا في مباراه زي دي فقدنا دوري بسبب كوره رجعت للشناوي، ضغط عليه ايريك تراوري وحطها في الجون. فاتمنى من الله ان المباراه تطلع سليمه ان شاء الله، ويا رب لو زي ما الكابتن احمد بلال قال لو ما كسبناش نتعادل باذن الله نكسب ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن احمد، ولينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله.